كابتن سيف محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك بعد هذا التتويج وهذه الليله السعيده بالتاكيد لكل جماهير نادي الزمالك. عواد مبروك كبيره قوي، مبروك افريقيا النهارده كونفدراليه، لحظات اكيد كل جماهير الزمالك كانت بتنتظرها وانت واحد من اللعيبه اللي كنت بتنتظر هذه اللحظه. مبروك طبعا بعد مباراه كانت قويه جدا، ولكن في النهايه بعد 99 دقيقه توج الزمالك باللقب الافريقي. اكيد طبعا في البدايه بحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب، وببارك للجمهور الكبير جدا اللي كان موجود النهارده، اللي هو كان من سبب من اسباب المكسب النهارده وساعدنا كتير في المباراه. بشكر زمايلي على المجهود الكبير، بشكر مجلس اداره على المسانده لينا الفتره اللي فاتت. اكيد كنا محتاجين بطوله، كنا كلنا محتاجينها مش انا بس. الحمد لله يعني انا بالذات يعني كنت محتاجها جدا، لان اخر شهرين ليا في العقد مع نادي الزمالك، فكان بالنسبه لي مهمه جدا. اذا كنت اكمل مع النادي فاكمل بشكل كويس واكمل وانا بطل، يا اما كنت اخرج من النادي اخرج وانا بطل باذن الله. نبدا بقى باللي انت نهيت بيه، قصه الاستمرار في نادي الزمالك في الفتره القادمه بهذه الهديه الجميله، هديه الكاس، كاس الافريقيه للكونفدراليه. يعني الواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى، الواحد كان مضغوط جدا الفتره اللي فاتت خاصه بعد ما دخلت الست شهور، فالواحد يعني كان عندي تفكير كتير جدا، مكمل مش مكمل. حتى بعد ما الناس دعمتني، مجلس اداره انا بشكرهم، اذا كان الكابتن حسين لبيب انا بشكره شكر خاص بالنسبه لي، لان هو دعمني بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت وطلع اتكلم بشكل كويس عليا. انا عارف ان في ظروف صعبه جدا النادي بيمر بيها، ولكن كنت محتاج الدعم المعنوي بتاعه، فانا بشكره. طبعا بشكر الاستاذ ممدوح عباس اللي هو كلمني قبل المباراه ودعمني بشكل كبير وطمني قبل المباراه، فانا بشكرهم الناس دي، لان الحاجات دي بتفرق مع اللعيب بشكل كبير، معنويا بشكل كبير جدا. التوقيع على طول بقى اكيد يعني ربنا يسهل ان شاء الله، نشوف الفتره اللي جايه الامور هتبقى ماشيه ازاي، بس ده اللي انا عايز اوصله للناس. الواحد كان بيلعب من بعد شهر واحد تحت ضغط كبير جدا، الظروف كان صعبة، اللعيب لما بيدخل المرحلة دي بيبقى دايما في دماغه 30,000 حاجة. في النهاية كنت محتاج البطولة دي ان انا افرح جمهور نادي الزمالك، وكان محتاجها ان انا بالنسبة لي شخصيا بشكل كبير جدا، فبحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطولة دي. بقى لي اسبوع من ساعة لما رجعنا من المغرب الواحد ما كانش بيعرف ينام بكل تفكيره في المباراة، ولكن في النهايه الحمد لله بحمد ربنا سبحانه وتعالى، والواحد يروح وهو مبسوط وهو مرتاح يعني الحمد لله. 99 دقيقه في المباراه، هدف لوحده ما كانش يكفي، كان ممكن في لحظه الامور تتغير. كنت عايش اللحظات دي ازاي في الامور جوه المباراه مع الضغط الكبير ده؟ اكيد الهجمات اللي كانت الشوط الاول كمان ضغط عصبي كبير جدا. لو هتكلم من هنا لفكره محدش هيبقى مستوعب اللي اللعيبه كانت موجوده فيه، خاصة ان انا عارف ان انا 1-0 هكسب بطولة، لا قدر الله حصل اي حاجة فانا بخسر بطولة. فلا يعني ضغط عصبي كبير جدا من قبل الماتش كمان، والله يعني الواحد من امبارح ما كانش عارف ينام، ولكن الحمد لله بحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطولة الغالية علينا كلنا. بحمد ربنا الجمهور كله مشي فرحان ومبسوط. الحمد لله يعني نبني على البطولة دي بإذن الله الفترة اللي جاية، لأن هتدينا دفعة كبيرة جدا، مجلس إدارة، جمهور، لعيبة، معنويا البطولة هتفرق معانا بشكل كبير جدا، وماديا كمان لأن هي هتحل مشاكل النادي. فالحمد لله أنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطولة ونكمل بإذن الله عليها بإذن الله. حظ إن درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا النهاردة والجماهير ما قصرش معانا، اللعيبة في الملعب كمان كانت يعني في حماس شديد من اللي على طول بيجي لها من الجمهور. لا والله الجمهور يعني ما فيش كلام ما اوصف بيه الجمهور بصراحه، دعم غير طبيعي، خاصه اللي انا عشت 5 سنين في النادي تحت ضغوطات مش طبيعيه، ولكن اللي كان بيخليني دايما متمسك بالنادي وان انا دايما اكمل وان انا يبقى عندي اصرار، انا حتى لما بيحصل عدم توفيق في بعض المباريات جمهور نادي الزمالك يعني بشكرهم وكلمة الشكر دي قليلة عليهم، والنهارده يعني ما قصروش من أول دقيقة زي ما أنت بتقول كده في درجة حرارة عالية جدا، تشجيع ومؤازرة في بعض من يعني في بعض الوقت في الماتش كان اللعيبة يعني بدأت تتعب شوية، الجمهور كان بيدينا حافز وبيدينا الباور إن احنا نكمل الماتش في نفس الريتم اللي احنا مكملين عليه ونفس الروح القتالية اللي اللعيبة مكملة عليها. فبشكرهم النهارده وان شاء الله دايما نفرحهم باذن الله، وهم رقم واحد في كل البطولات اللي احنا حققناها الفتره اللي فاتت والله. اخيرا بقى واحنا بنختم، انت في اول لقاء قلت خلاص هتوقع قريب،
في شروط او اي حاجه عشان برضو الناس هتسال؟ لا والله لسه. الف مبروك. مبروك يا كابتن. مبروك عود. مبروك عليك. الف مبروك. لا لسه ما فيش حاجه. هو كان كل الكلام مع الكابتن حسين واستاذ ممدوح الفترة اللي فاتت يعني دعم معنوي، والاستاذ ممدوح عباس اتكلم معايا ان انا موضوع العقد بتاعي ان شاء الله يبقى فيه مساهمة منه هو شخصيا لو ليا نصيب ان شاء الله وكملت مع النادي. فانا بشكره طبعا من خلال اون سبورت ومن خلال برنامج كابتن سيف، وعايز يعني اوجه له الشكر ان الفترات اللي فاتت دي كلها في مساندة كبيرة جدا ماديا منه هو شخصيا للنادي، ولازم الراجل ياخد حقه. وقف معانا الفترات اللي فاتت دي بشكل كبير حتى لو معنويا، فالراجل اللي يشكر يعني. طب نشكره جدا ان شاء الله. شكرا عواد، بالتوفيق. شكرا ليك.